فقرة صحتي في مكلتي مستمعينا ومستمعتنا، ككل يوم نصائح وإرشادات لكل مستمعينا ومستمعتنا خاصة بالتغذية ديالنا. اليوم وكما وعدناكم منذ يوم أمس غنتكلموا دائما على مواضيع كتهم فئة كبيرة من المستمعين والمستمعات، وبعد ما تكملنا يوم أمس على بعض الأعشاب النافعة للجسم ديالنا خاصة فصل الشتاء، من بينهم الأعشاب اللي كتقوي المناعة ديالنا وكتحيد الاكتئاب، وكذلك القلق لواحد الفئة كبيرة. تعرفنا على هذه الأعشاب اليوم مستمعينا الأفاضل دائما رفقة الدكتورة مريم الوهيلي اللي هي أخصائية في التغذية والحمية، نتكلموا على التغذية وحسن الكلي. أهلا وسهلا بك دكتورة وجمعة مباركة. جمعة مباركة للجميلة لهدى لك كذلك، نتمنى تكونوا على خير، أموركم كل شيء بخير الحمد لله. ربي يخليك دكتورة، خليك. شكرا جزيلا. الله يخليك. وتنظن بأن موضوع الكلي ولا الكلى وجنرال هو واحد الجهاز مهم عند الناس، يعني من إلا مشات تقسم الكلى صافي، يعني فريمون تنحسوا بالضرر الكثير اللي تيكون على الجسم. بالتالي حتى يعني الحمية بكل صراحة لهدى الحمية قاسية، عند من أقصى الحميات اللي كاينين دابا هي الحمية إما ديال القصور الكلوي أو لا ديال الحجر. ألوغ كاين مراحل، لأن قد ما اكتشفنا المرض مبكر قد ما يعني تنقدروا نعالجوه، وما تيكونش يعني غسيل الكلى من بعد، يعني المرحلة الأخيرة هي غسيل الكلى. دونك هاد المراحل هذه كتطلب من الشخص انه فريمون يتبع مع الطبيب المختص بالكلى، وكذلك الطبيب المختص بالتغذيه. هذه من بين يعني الاشياء اللي تركز عليها سورتو هاد يعني هاد المشكل ديال الكلى، هو ان الاشخاص خاصهم فريمون يتبعوا مع جوج تاع الدكاتره، ماشي غير يعني الدكتور اللي تيكون مختص بالكلى والقصور الكلوي الى حتى الحجر الى غير ذلك. لا فريمون يعني النصيحه ديالي حتى مختص في التغذيه مهم جدا في هاد النقطه. علاش؟ لان اي حاجه مهمه عند هاد الاشخاص، لان كاين بعض النقاط دابا ملي غنتكلموا اليوم غتقولي وراه تنحيدوا بزاف ليهم، يعني بزاف تغذية تتحيد. من بينها اول حاجه تنحيدوها هي البروتينات الحيوانيه. داكوغ، البروتينات الحيوانيه كنهضروا على اللحوم الحمراء، كنهضروا على الدواجن، كنهضروا حتى على الاسماك. يعني الاسماك تتبقى يعني في حميات اخرى يعني محبده، ولكن الناس اللي عندهم قصور الكلوي كنقللوا لهم الاستهلاك ديال كميه تاع الدواجن تاع اللحوم وكذلك ديال الاسماك والبيض الحليب ومشتقات الحليب. هذه الاشياء كلها لا. يعني من اكثر الاشياء اللي كنحيدوها. اول حاجه باش نكونوا فاهمين مع المستمع الكريم، ما كنحيدوهاش يعني كامله، لان ملي كنحيدوها تيقدر يوقع لنا ضمور يعني في الكتله العضليه. الكتله العضليه كيف ما تنعرفوا مهمه جدا في المناعه، مهمه كذلك يعني البروتينات الحيوانيه مهمه جدا، يعني القلب الكبد الدماغ الى غير ذلك. دونك ما يمكنش نحبسوا هذه الاشياء، ولكن النقطه اللي بغيت نشير لها هو خاص يكون كميات محدوده فريمون بالعبار. داكو انا نعطيكم اكزامبل. دابا بحال دابا يعني يعني الشخص ممكن يعني العادي ممكن يتناول في الصباح مثلا في الغداء يقدر يتناول اللحم الاحمر، وفي العشاء يقدر يتناول السمك. بالنسبه للناس اللي عندهم يعني مشاكل في الكلى اون جينيرال، يستحب ان يكون عنصر واحد يعني نوع واحد من اللحوم الحمراء في اليوم. ما يخلطش البيض، ما يتخلطش مع اللحم الاحمر في اليوم ولا السمك الى غير ذلك. وحتى الكميه خاصها تكون على حسب الوزن ديالو، خاص ما يفوتش 1 غرام غرام واحد في الكيلو. مثلا عنده 70 كيلو غادي ياكل 70 غرام ديال البروتين الحيواني فقط. داكوغ، كان ياخذ مثلا حتى الحليب اللي يعني هو يستحب ان ما ناخذوش الحليب ومشتقات الحليب، ولكن اللي تيكون يعني عنده هذه العلاقه خاصه بالحليب تنطلبوه ما يفوتش نصف صغير تاع الحليب فقط. داكوغ، هذه نقطه اولى. النقطه الثانيه، لان علاش نقولوا حميه ديال مرض الكيلي، مرض الكيلي شويه صعيبه، لان تنمو فيها اللحوم الحمراء بروتينات اون جينيرال وكذلك البوتاسيوم. ملي كنقلبوا على هذا البوتاسيوم وتنشوفوا فين كاين، تلقاو يعني معظم الخضر فيها البوتاسيوم، وحنا تنصحوا يعني جميع الاشخاص بتناول الخضر. الوغ، النصيحه ديالي لهاد الاشخاص خاصهم يتفاداو، خصوصا الا كان عندهم يعني الالم، ولا كان عندهم يعني نقولوا يعني المرضى الكلي عندهم يعني في حالات متقدمه، غير باش يتفاداو يعني غسيل الكلى او العمليه، تنفضلوا انهم يحيدوا اي حاجه تاع الملوخيه، سبانخ، البقوليات، اي حاجه خضراء تحيد، يعني ما ياكلوهاش نهائيا. المعلبات كذلك يستحسن، ماشي يستحسن، غير مخصص
نتفادوها، لان اول حاجه المؤلبات شنو هو المشكل ديالها؟ تيكون الملح زائد المؤلبات اللي تلقاوها، والملح حنا تنعرفوا مع الكلى كيفاش يخدم. حنا الكلى عندنا عيانه داكو، ولا عندنا قصور، ما يمكنناش نزيدوا الملح يعني في الاكل ديالهم، والمؤلبات هي غنيه بالملح، يعني تقدر يتنفخ الشخص يولد حشي بالونه. دونك يستحسن المؤلبات كلها تحيد، فيها ملح وفيها مواد كيميائيه. الشوكولاته بشتى انواعها فيها البوتاسيوم بزاف، يعني خاصنا نتفاداوها. عصير الليمون، ليمون، برتقال، الفواكه الجافه، هادشي كله خاصو يتمنع على الناس اللي عندهم الفشل الكلوي او حتى الحجر الى غير ذلك. اي حاجه ممكن تخدم الكلى ديالنا من الافضل في هذه الحاله ما نتناولوهاش دكتوره. من الأحسن ما تناولوهاش، ولكن إلى مثلا الشخص يشوف بأن ما تياكلش أطعمة بزاف، لأن ثاني ما خاصش يوقع في العياء، ما خاصش يهبط المناعة ديالو، أشنو تنطلبوا منه؟ بحال دابا إلا بغى ياكل بقوليات، بحال البقوليات ممكن أنه ينقعها في الماء، داكوغ؟ يغسلها جوج المرات ويطبخها ويحيد أول غلية تاع الماء اللي هاد البقوليات تحيد، وعاد يقدر يستهلكها. داكوغ؟ نفس الشيء بالنسبة للبطاطس، يعني حتى البطاطس راه غنية بالبوتاسيوم خصوصا من تحت القشرة ديالها. دونك أول حاجة تنقعوها، ثاني حاجة تنقشروها مزيان، وثالث حاجة تنطلقوها، عاد ممكن الاستهلاك ديالها. دونك هذه الأشياء ممكن أن الشخص يعني يعملها إلا بغى مثلا يعني يدخل هذه الأشياء كيشوف راسه بأنه ما تياكلش بزاف. أنا غادي نجيكم الأغذية المسموح بها وغتشوفوا بأنها قليلة محسوبة على رؤوس الأصابع. ألوغ ثالث حاجة بغيت نتكلم عليها هي الملح. الملح يستحسن انه يعني يحيد ولا ينقص منه، هذا من طبيب الحال مع استشاره الطبيب تاع التغذيه وحتى الطبيب الخاص يعني بمرضى الكلي. القهوه كذلك خاصها تحيد، لان القهوه غنيه بالبوتاسيوم تترفع من الضغط الدموي، ما مناسبهاش نهائيا يعني تكون عندنا مشاكل في الكلى، لان تزيد من احتباس السوائل في الماء. المشروبات الغازيه، وداي المشروبات الغازيه من الاسباب الرئيسيه للمشاكل في الكلى، من بين الاسباب يعني العلم يعني وصلوا بان المشروبات الغازيه هي خطر على الكلى ديالنا. دونك ملي تنهضروا انني مصاب يعني مرض يعني مريض كلى، خاصو يحيد المشروبات الغازيه مره. الوغ الماء يعني حتى كميه الماء خاصها تكون محدوده، ما خاصش يشرب الماء بزاف باش ما ياثرش على الكلى ديالو. الوغ تنطلب من الاشخاص اللي تيسمعوني خصوصا المرضى بالكلى ان ياخذوا كاين واحد الاناء تيتباع في الفارماسي باش يعبروا البول ديالهم شحال تيبولوا في النهار، وهذاك المقابل ديال البول ديالهم يشربوا الماء. مثلا كانت مثلا ينتج مثلا نقولوا واحد الليتر ديال البول، واخا انه كثير، غادي المقابل ديالو غيشرب الليتر الماء، لان قد ما كان الماء كثير قد ما غادي يحبسه، قد ما تيكون ضرر عليه على الكلى ديالو. يعني فريمو هذه النقطه مهمه جدا. الوغ دابا غادي ندوزو الاكل المسموح. اول حاجه تكلمنا على الاصناف تاع اللحوم خاصها تكون صنف واحد، داكوغ؟ والمستحب يعني في الريجيم يعني مرضى الكلى اون جينيرال هي القرعه الخضراء مستحبة، يعني ممتازة، يعني مع هي ماشي من الأنواع ديال الخضر اللي قبل ما نطهيوها نرقدوها في البول. لا هي غير محظورة، هي بالعكس مستحبة. ممكن أن الإنسان يتناولها. الملوخية كذلك ممتازة جدا. ممتازة، وغير هي خاصة هي وحنا تنطلقوها غير واحد الحاجة نشير لها، لأن بحال دابا الملوخية أغلى بيتنا إما تديرها في المرقة إما تديرها مثلا مشرملة مطيشة. طماطم مصلصة الطماطم يعني تتشكل واحد الخطر على الاشخاص اللي عندهم مشاكل في الكلى، يعني يستحب انه يعني ما يديرهاش مطيشه ولا بلاصوص مطيشه. الباذنجان، الباذنجان حتى هو مستحب يعني في الريجيم ولا في الحميه ديال الاشخاص اللي عندهم مرض الكلى، يعني يكون اما مسلوق اما يكون بدون ملح بطبيعه الحال، اما في الفران يعني غريه في الفران ولا مشوي مثلا في الفران تاع الزنقه، ما تيشكل على اي خطر. البصل العادي مزيان لهم، ولكن البصل الاخضر هذيك البصله الخضريه تسميوها حنا البصله الخضريه غير مستحبه. بدات كتبان دابا في الاسواق متوفره عندنا. فوالا لذلك يعني ذكرتها، لان البصل العادي اللي تنعرفوا ذاك البصله البيضاء ما فيها حتى شي مشكل، ولكن البصل الاخضر ممنوع. الشيفلور يعني مزيان، يعني خاصنا نطلقوه حتى هو ونحيدوا ليه الماء الاولاني ديالو وعاود نطلقوه المره الثانيه، ما فيه حتى شي خطر. الفواكه كاين واحد القائمه واسعه من الفواكه اللي ممكن ان الشخص يستفد منها، ماشي على غير الخضار لان غنيه بالبوتاسيوم. كاين التفاح، الاجر، العنب، الاناناس، هذه الاشياء كلها مستحبه عند الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى.
كلها داكوغ. غير طبيعة الحال واحد النقطة بدي نشير لها، إذا كان مريض الكلى ولا عنده حاجة إلى غير ذلك وعنده مشاكل يعني في البنكرياس ولا عنده السكر يرتفع عليه، هنا نهضر واحدة أخرى، لأن كما كنقول الفواكه راه غنية بالسكريات، يعني حتى الكمية عند الأشخاص غتكون محدودة، ماشي بحال الأشخاص اللي عندهم مثلا غير يعني عندهم الكلاوي ديالهم يعني وما عندهمش يعني مرض سكري، هنا ممكن الكمية تكون حتى جوج تفاحات ما فيها حتى شي مشكل. الإجهاد كذلك وتناول هذه الأشياء بيور اللي قلت لكم تقدر أنها تحد من المرض وما ينسوش الشخص يعني المراحل المتقدمة اللي هي غسيل الكلى أو العملية أو لا بغيكم يعني هذه مهمة هذه النقطة نشيروا لها. على دابا باش غناكل هذه الأشياء لأن إحنا معروفين كناكل الخبز، ألوغ الخبز الأسمر أو يعني الطحين أو الدقيق الكامل غير مستحب ما تناكلوش، لأن هذيك القشرة وخا أنه مفيد ولكن هذيك النخالة ديالو غنية بالبوتاسيوم، دونك يستحب أن الشخص يغربل يعني الدقيق يكون أبيض وما يكونش يعني دقيق كامل. ثاني حاجة ممكن أنه يتناول الأرز، هو الأرز ما يكونش هو كامل، ما يكونش هذيك القشرة الأولى، يكون الرز أبيض ولا المغاربة كيعرفوا الرز أبيض عادي جدا. كذلك تنهضروا على يعني يعني حاجة بين السمان وداك الشيء يتفادى لأن فيها الكريم وأي حاجة فيها زيوت مشبعة غير مستحبة عند الأشخاص، ولكن ممكن أن نأكل مثلا يعني خبز بهذيك الطريقة ولكن في الفران إلى غير ذلك ما فيش كل حتى شي خطأ، غير النقطة المهمة ما يكونش كامل لا بالنسبة للأرز ولا بالنسبة للبط، حتى البط مستحبة غير ما يكونش بطبيعة الحال بنخازها أو لا بالدقيق الكامل. وكاين واحد القائمة لا بأس بها من الأكل وخا يعني الخضار يعني وحتى البروتينات مقللينها بزاف، وحتى كمية البروتينات على حسب الشخص راه تنقدروا أن نقصوا من 1 غرام بار كيلو ل 40%، دونك هنايا خاص ضروري يعني من أعقد ولا من الأشياء المعقدة عند مريض الكلى ولا اللي عنده الحاصل يعني هو أن شنو خاصو ياكل، من حتى الكيمياء عند مختص تاع التغذية خاص يكون دقيق فيها وبشراكة بطبيعة الحال مع الطبيب المختص الكلى، لأن مهم هذه النقطة، واش عنده الضغط ما عندوش الضغط، واش عنده مرض سكري ما عندوش مرض سكري، هذا برا هضرنا على نقاط عامة اللي ممكن أن يبدأ بها مريض الكلى يعني ونتظنوا أنه يمشي عند مختص تاع التغذية وينسق معاه، لأن مهم هذه النقطة بحكم أنه تنحيدوا لي بزاف الأشياء وتقدر يطيح في نقص بعض الفيتامينات وفي بعض يعني الأملاح المعدنية اللي مهمة للجسم، وبالتالي مناعة تتقرض وتتنقص، عضلة القلب كذلك تتقرض وتتنقص، دونك من هذه الأشياء يستحب أنه ينسق مع يعني مختص التغذية باش يقدر الوجبات ديالو. وكما شرتي دكتورة من الأفضل يكون واحد التنسيق بين طبيب ديال الكلى وكذلك طبيب ديال التغذية ويكون التنسيق بيناتهم باش نتفادوا كثير من المشاكل اللي كيعانيو منها المرضى دكتورة. فعلا دونك يعني او جينيرال يعني هادو من النقاط اللي كنشيروا ليها، الملح المعلبات كذلك المشروبات الغازيه خاصنا نتفادوها، الخضر الخضراء بشتى انواعها خاصنا نتفادوها، ولكن بحال دابا كاين استثناءات بحال دابا كما قلت لكم كاع الخضراء مستحبه ولكن هي راه داخله تقدروا نسميوها من الخضر الخضراء، كاين كذلك البروكولي حتى هو مستحب الا تسلق مزيان لانه ما تيشكل حتى شي خطر، ولكن بحال دابا البقوليات او جينيرال فيها يعني نسبه البوتاسيوم عاليه جدا، الحوامض الليمون الحامض مطيشة هادشي كله يعني في نسبة بوتاسيوم عالية تزيد كذلك من احتباس الماء، يستحسن أننا نتفاداو الفواكه الجافة لأن غنية بالأكسالات غنية بالبوتاسيوم ما لا ينصح بها لا المريض الكلي ولا الناس اللي عندهم الحصوات الكلي، دونك فريمون يعني هذه النقط يعني عامة اللي ممكن أن الشخص يبدا بها ونطونو ينسق مع الطبيب ديالو طبيب تاع التغذية. نعم واضح، شكرا جزيلا لك دكتورة على كل هذه المعلومات اللي كتقدمي لنا وما كتبخليش علينا بهم على مستمعينا ومستمعاتنا فقرة صحتي في ماكلتي، وشكرا للالتزام كذلك معنا طيلة هذا الأسبوع في برنامجكم اللقاء المفتوح، وأكيد مستمعينا ومستمعاتنا فقرات أخرى مازال في انتظاركم في برنامجكم اللقاء المفتوح إلى حدود منتصف النهار، نتوما بقوا معنا ما تشوفين.